بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء في المرحلة الرابعة بقسم علوم الحياة في كلية الفارابي الجامعة. أنا المتحدث دكتور عبد الواحد الشيباني، راح أدرسكم ومعي المدرس المساعد الست نورهان صبيح عبر المنصة الإلكترونية مادة البايو تكنولوجي. تتكون هذه المادة من 3 وحدات دراسية معتمدة، ساعتين نظرية تمثل وحدتين معتمدة، زائدا ساعتين عملية تمثل وحدة معتمدة، المجموع أصبح 3. في البداية أحب أراويكم الغلاف مع الملزمة اللي عديتها كاملة لجميع المحاضرات والمفردات، واللي راح تصلكم عبر المنصة الإلكترونية عن طريق الست نورهان. هذا الغلاف به موجود اسم الكلية والقسم البيولوجي والمادة اللي هي بايوتكنولوجي وترجمتها دقانة الإحيائية، ومجموع المحاضرات به 10 محاضرات معدة من قبلي، ونقوم بالتدريس أنا الدكتور عبد الواحد الشيباني ومعي المدرس المساعد الست نورهان صبيح. وهذه هي عبارة عن مادة تعطى في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2019-2020. الآن راح أجيكم على السيلبس أو مفردات المادة. وهذه مفردات المادة أمامكم تشوفوها، تتكون من 12 محاضرة، والمحاضرة قد تأخذ أسبوع أو تأخذ أسبوعين حسب حجم المحاضرة. وخلال هاي الأسابيع راح يكون عندنا امتحان المد الأول في حوالي الأسبوع السابع، وامتحان المد الثاني في حوالي الأسبوع الثاني 12. وهاي العناوين المحاضرات اللي تشوفوها الـ10 بيها الفقرات اللي تضمها هذه المحاضرات. الآن نجي على المحاضرة الأولى اللي هي عنوانها General Introduction. قبل ما نجي على الديفينيشن اوف بايوتكنولوجي، لابد ان نعرف كلمه بايوتكنولوجي او مصطلح بايوتكنولوجي من وين جاي. المصطلح جاي عباره عن 3 اجزاء: بايو تقني، العفو، بايو حيوي او احيائي، وتكنو اللي هو تقني، واللوجي اللي هو العلم، فهو علم التقنيه الاحيائيه. في الديفينيشن اوف بايوتكنولوجي There are several definitions for biotechnology. الكتب تختلف في إعطاء تعاريف مختلفة للبايوتكنولوجي. هنا أنا مثبت لكم 4 تعاريف مع التركيز على التعريف الأول اللي مخليه بالبولد، واللي هو راح يعتمد في الامتحانات الفصلية والنهائية. أما البقية يمكن الاستفادة منها. راح أقرأ التعريف الأول وأترجمه، والتعريف الأخرى أقرأها بدون ترجمة، لأن أغلب المصطلحات هي واردة في التعريف الأول. نقرأ التعريف الأول. Definition of biotechnology is any technological application that uses أي تطبيق حيوي يستخدم أما البيولوجيكال سيستمز الأنظمة البيولوجية أو living organism الكائنات الحية or derivatives مشتقاتها المن to make or modify حتى نصنع أو نعمل أو نطور products منتجات أو specific use processes أو تقنيات أخرى للاستخدام أو طرق أخرى للاستخدام. نجي على التعريف الثاني. Using biological processes, organisms or systems to manufacture products intended to improve the quality of human life. أما التعريف الثالث، a collection of technologies that use living organism, system
systems, organism and or biological molecules to solve problems and develop or make useful products. التعريف الرابع using biological processes and technology to solve problems or making useful products. نجي الآن على النبذة التاريخية لتطور علم البيوتكنولوجي. بالمناسبة بالنسبة للفقرة الأولى السؤال يجي أما أنه defined biotechnology أو أحط لك الستيتمنت التعريف وأقول لك put the term before the statement. فواحدة من هذه الطرق يمكن يجي السؤال بالامتحان. نجي على history of biotechnology. أتكلم شوية بالعربي وأرجع أقرأ بالإنجليزي. يعود تاريخ علم البيوتكنولوجي إلى حوالي 10,000 سنة مضت عندما استطاع الإنسان أن يجمع بذور نباتات حتى يزرعها للسنة القادمة. وكل الدلائل أغلب الدلائل تشير أن البابليين والمصريين والرومان أنه استخدموا نفس طرق التحسين المنتخبة في تطوير أو تحسين الأعلاف المصنعة للمراعي. الآن أجي على السنين والاكتشافات اللي صار بها ومنه. وبالامتحان ما راح أركز على السنة هواية بقدر ما أركز على شنو هو الاكتشاف ومن اكتشفه. فباي 6000 BC يعني 6000 سنة قبل الميلاد before Christ الفرمنتيشن عرف وفرمنتيشن من خلال تخمر الخبز وبعض المشروبات الكحولية. باي 4000 BC the Chinese use lactic acid bacteria to make yogurt, mold for making cheese, and acetic acid bacteria to make vinegar. الصينيين استخدموا بكتيريا حامض اللاكتيك لتصنيع لبن الرائب، واستخدموا الأعفان لتصنيع الجبن، واستخدموا حامض الخليك لتصنيع الخل. لويس باستور في 1857 إلى 1885 is considered as the father of biotechnology. يعتبر هو أبو البيوتكنولوجي. لماذا؟ by discovering that fermentation is performed by microorganisms. لأنه هو اكتشف أن التخمر يحصل بواسطة الأحياء المجهرية. الآن من اللي أطلق تسمية البيوتكنولوجي المصطلح؟ هو كارل إيركي في 1919 was the first Carl Ehrke to give the term biotechnology for describing لوصف processes عمليات using living organism to make a product or to run a process such as industrial fermentation. نجي الآن على التطور التاريخي لعلم البيوتكنولوجي. هنالك ثلاث عهود مرت على علم البيوتكنولوجي. العهد القديم اللي هو انيسنت بيوتكنولوجي، والعهد التقليدي كلاسيكال، والعهد الحديث. وكل عهد حصلت ببعض الاشياء اللي مثبته. وهنا بالنسبه مطلوب من عندكم، نسيت أذكركم مثل ما ذكرت أو بالنبذة التاريخية أنه إحنا راح نركز على الاكتشافات ونكتشفها. هنا راح نركز أنه خلال هاي العهود الثلاثة ماذا حصل، وكشكل جواه راح تشوفوه هو يمثل هذه العهود الثلاثة. نجي على العهد الأول الأنيشنت بايوتكنولوجي اللي القديم أو أنيشنت بايوتكنولوجي، تم بـ discovering of microorganisms اكتشاف الميكروبات، وتم بـ traditional microbial industry ظهرت الصناعات التقليدية الميكروبية مثل صناعة الخبز والجبن ومشروبات الكحولية. أما الكلاسيكال بايوتكنولوجي اللي هو ظهرت بنظرية التخمر من قبل باستور fermentation theory of باستور، ايضا تم بي برودكشن اوف انتاج المواد الاتيه سنجل سيل بروتين بروتينات احاديه الخليه والانتيبايوتكس المضادات انزيمز الانزيمات فيتامينز
نيوكليوتايدز، استيرويدز، أسيتون، بيوتانول، إيثانول and أورغانيك أسيد. إذن تنبيه أنه إنتاج هاي المواد اللي مذكورة. الشيء الثالث اللي تنبيه هو أنه تقنية زراعة الأنسجة تشو كلتشر تكنيك. أما على الأحد الثالث اللي هو المودرن الحديث، فتنبيه أولا Improving Microorganism Productivity by Genetic Engineering Technique، تحسين إنتاجية الأحياء المجهرية بتقنية الهندسة الوراثية. Production of Therapeutic Proteins، إنتاج البروتينات العلاجية مثل الأنسولين والإنترفيرون وغيرها. ثلاثة Production of New Sources of Energy، إنتاج طرق حديثة في الطاقة اللي هي جاية من المنتجات النفطية اللي يسموها بايوغاز والبايوديزل. أيضا في هذا المودرن تم Production of Vaccines by Plants، إنتاج الفاكسينات بالنباتات، و Production of Genetically Modified Foods GMF اللي هي الأغذية المحورة وراثيا، وكذلك Production of Artificial Chromosomes، ظهرت النقطة بهذا إنتاج الكروموسومات الصناعية. هذا الشكل يمثل بالضبط العهود الثلاثة. لو تعاينون جوا بالخط الأفقي اللي جوا أكل إنسنت ما موجود بيه غير فرمنتيشن هذا، والكلاسيكال يرجع ذني الثلاث ايتم بي، والمودر اللي بأغلب الاكتشافات اللي تمت. وبالامتحان يمكن أن يجيك أنه عد انيومريت خلينا نقول technologies appeared in one of the innocent or classical or modern، أو أقول لك أنه draw a curve showing the history and development of biotechnology، اللي هنا وقف بهذا الجزء المحاضرة، وإن شاء الله أكمل لكم بالجزء الثاني، وشكراً.